إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مع عوض طيب مبارك إلى آيات الله البينات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش الآن في لحظة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، علم مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر أباظة، سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق، ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وإذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا
ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ولو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل لمن ليبطئن
فإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي وإن ولئن أصابكم فضل من الله ولئن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا أخوتنا أخوتنا الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقفر أباظة. نقلناها لكم على مكبرات الصوت مدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. الهندسة الكهربائية الكبرى بأضخم محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة بأبو نجاح إدارة الحج عبد الله عطية أبو غنيمة المهندس محمد عبد الله عطية أبو غنيمة مؤسسين أعمال الفراشة على مستوى الجمهورية. الخدمة الفندقية المتميزة مزاقا ونفسا المتميزين دائما المتر محمد ابو المجد والمتر السيد وجيه للزمروني. الوحدة الفنية لتصوير كبرى الحفلات الدينية على مستوى الجمهورية الباشمهندس ناصر صلاح الزقازي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة جميع عائلات أبو حطب المنتشرين على مستوى الجمهورية. نتقدم باسمهم جميعا كما نتقدم باسم أبناء الراحل الكريم. نتقدم باسم الباشمهندس عادل عبد العزيز أبو حطب والحاج هاني عبد العزيز أبو حطب بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى لأداء واجب العزاء. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا